اهلا بحضراتكم من جديد في حضره ابطال مصر وفي حضره هذا الانجاز الكبير اللي حققوه بنات وابناء مصر، الست ميداليات الذهبيه وفوق منهم وقبلهم الميداليه الغاليه جدا وهو هذا التقدير والتكريم الرئاسي رفيع المستوى اللي بيمثل دعم قوي جدا ويغير خريطه الاهتمام سواء في اللجنه الاولمبيه او في وزاره الشباب والرياضه للمرحله اللي جايه. المساله ما فيهاش هزار. لكن جيانا فاروق ايه اللي حصل لها؟ ما تيجي قبل ما نقول جيانا فاروق هو انت بس تديني درس خصوصي في اللغه العربيه في الفاصل؟ لا العفو لا هقوله. ما انا بقى ما انا عارف، انا قلت لهم قبل كده السر ده. بقول لكم ده مدرس العربي بتاعي قال لي ما سالتنيش ليه، انا ليه قلت لك مهنيه مش مهنيه؟ قلت له افيدني يا سيدي. قال لي اصل لا يجوز النسب للجمع، لا يجوز النسب للجمع ولكن للمفرد، فلو نسبت للمهنه تبقى مهنيه، لو نسبت للجمع يبقى مهنيه، تبقى مهنيه ما ينفعش. فعرفته ليه؟ انا ما عرفتش. طيب نشوف كمان هي جيانا فاروق ايه اللي حصل لها. ولا يسال قدر خبير وخبير الكاراتيه في النادي الاهلي كابتن مراد عاصم. مراد عاصم المخضرم ده ماله؟ سئل هو واحد من ابطال العالم كمان على اللي حصل مع جيانا فاروق، فنشوف الكابتن مراد عاصم في تفسيره للي حصل لجيانا فاروق من الحكم المغربي. اللجنه المحليه بتاعتنا واللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحاد الدولي مؤيده بالفيديو. يا جماعه من فضلكم احنا شايفين ان في خطا محتمل هنا، نرجو مراجعته واتخاذ اللازم. تمام. خاصه وان احد افراد طاقم التحكيم في بيننا وبينه خلاف سابق معلن وفي شكوى سابقه في الاتحاد الدولي من سنتين. تمام. ونزوله على الملعب هو خطا اداري من منظم الحكام. لان المفروض ان ده حكم افريقي عربي. كان في منافساته معانا، جيانا كسبت بنته. لكن هو حول الموضوع لموضوع شخصي جدا. ان المفروض واحنا بنعين اطقم الحكام في الملاعب نراعي الحساسيات ايجابا وسلبا. على فكره الكلام اللي قاله الكابتن مراد والله ممكن يتاخذ باهتمام. يعني لو دار تحقيق وثبت هذا الامر، ثبت انه لم يكن متجردا وحياديا وان مشاعره غلبته في هذا القرار، ربما يرجع الحق لجيانا الحقيقه. ودي شفناها كمان في حاجه، يعني هو انت المنشطات بتيجي يقول لك اشطب ده ودي ده بعد ده ياخد يطلع يتصعد. صحيح. اذا لو ان هذا الكلام وهو بيقول لك حقيقي، لان في شكوى، بيقول لك في شكوى من سنتين شاكينه. يعني في سابق خلاف. برضه هنا في حته اداريه يا استاذ ابراهيم، هل انا ما اعرفش اداره البعثه، هل اداره البعثه لو كانت تنبهت كان من حقها تعترض او تحط ماتش جيانا مع الصينيه او تحط رايها ساعه الماتش قبل الماتش، الحكم ده يا اخوانا خلي بالكم. بالظبط. لو القرار هيبقى في ايده في النهايه بيننا وبينه مشكله. حتى لو مش في ايده انت في النهايه انت بتختصمه لانك في شكوى بينك وبينه. ما انت مش هتختصمه كده. انت هتقول في مشكله بيننا وبينه. بالظبط. ومختصمينه لدى الاتحاد الدولي. في مذكره ضده من سنتين. واللعيبه دي لعيبه النادي الاهلي واحنا مختصمينه كنادي اهلي. وهي كسبت بنته قبل كده. كسبت بنته قبل كده. هو كمان يستشعر الحرج، انا مش عارف ازاي التاني ده ما استشعرش الحرج. فانت لا ما هو مش مستشعر، هو اللي بيعمل كده بيستشعر. لا ما بيستشعرش. هو مش هيستشعر الحرج، لو كان استشعر الحرج كان جرد نفسه. صحيح. كان عنده معيار على طول. واحده عندها انذارين. هي اللي تعتبر الجديره. طيب فنتمنى زي ما كابتن مراد عاصم قال، يا جماعه اللجنه الاولمبيه واتحاد الكاراتيه وكل الجهات يعني المعنيه نعمل اللي علينا، ناخد نعمل اللي علينا، ناخد الاسباب، نبعت مذكره احتجاج مشفوعه بالمباراه ومن سابق الخلاف اللي حاصل بين وامالا للشفافيه والروح الاتحاد المصري مع اللاعب مع الحكم المغربي.